ينقسم الدعاء إلى قسمين. نبهر إن دعاء با دعاء. دعاء عبادة. أمون إن دعاء عبادة. أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. أنو أنو إن عبادة أمو إن دهلاً مسكتو دعاء إن دهن الله إن يرين شرك أكبر. صلى لغير الله. بأن سن سمن باين سيا دعاء إن دهن الله سبحانه وتعالى. صام لغير الله. أتوانا بواسا سيا دعاء إن دهن الله سبحانه وتعالى. حج لغير الله. سجد لغير الله. أتوا كان نج 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 حج سيا أتوا كان سي موجود سيا دعاء إن دهن الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك أكبر. إن يريني شرك أكبر سلاك ولا شرك. نعم. الثاني من أقسام الدعاء. يعني كروان يا دينها ما بهجي أنسين دعاء. دعاء مسألة، دعاء طلب، أطلب منك شيئا، أقول لك اعطني كاسة ماء. أمونين دعاء مسألة، أمو إن ما يوكاو ها هاي سيوسيونا بأن سامبونديل يكو باسو ين تغطويك. نعم. هذا دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين. إن دعاء مسألة إني بكتاغو نباغي سيبا دعاء. أن يطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله. أمو إن ما يوكاو دينها ما بيابان جري ويرو أن مكاغاوس بوات مالين كان إن الله. يعني يأتي مثلا إنسان إلى قبر. بيانا سين إن ما نسي ما تسي بالو با با قبول يوم. ويطلب منه الرزق. نا بغوس مغا يوسي على الجيكي. يطلب منه إنزال الغيث. أتوا كان أمو إن ما با إن تبي قولان. هذا لا يقدر عليه وهو حي فما بالا وهو ميت. إن ما نشيا يوم دين يكغا أوسان هواك تسي أبوي نبيار إن ما بطاينا سيا. هذا الشرك أكبر. نينياريني بطاغون شرك أكبر سالك بلاغو شرك. القسم الثاني. إن كروا. أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه. أمو إن ما يو كده دينها ما غبي بانجري أمو إن كغا أوسنيا. يعني أقول لك مثلا أنت أعطني هذا الكتاب. بأن سين بانا يو أمها أمبوك يا أون لومو دامريكا كوين كتاب إنهن. هل يصح؟ إن يريني من جري سيا؟ يصح بشروط أربعة. إن يري من جري سيا هأوبات شروط. الأول أن أطلب من إنسان حي لا من ميت. إن منا منا أمو إن بغايو أموها ما نسيا يأون أمو إن بوي سيا. الثاني أن أطلب من إنسان حاضر لا غائب، يعني لا يمكن أن أطلب من إنسان في الهند وأنا هنا مثلا في الفلبين. نبيتوس يعني كروانيا أمو إن بغايو أمو ها حاضر سيا أي بمعنى يأون سيا كيمو بكون أمو إن بغايو كو يتوا هند إن تأويان بوس إني كو يري سبا فلبين. نعم. ولا بد ان اطلب من قادر لا من عاجز، يعني لا يمكن اتي الانسان مشلول لا يتحرك اقول له اعطني كاسه ماء، هذا عاجز. نعم بقبوش توتي كيتاني مايو حتى وامو ان ويرون كاوسنيا امون سوي كاوسنيا بكون امون تو يون ديمي سما كهيبل مو ديلي باكو تو بيجي نيش ويرون كاوسنيا. نعم وان اعتقد ان هذا سبب والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. إيمان سين بقي اعتقاد نتو إن تاو يأون أتوا بعاقد نتو إن تاو يأون إن هين سبب سجسيا. نعم لا أحد ينفع الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. ويرون لون يما كريه الكريوان بوات مالين كان إن الله. ولا أحد يدفع عنهم الأذى إلا الله سبحانه وتعالى. إيمان ويرون دي سبب مكا إيق سين أمو إن كسيك بيتان دون كان يا بوات مالين كان إن الله. نعم مثل الدعاء الاستعانة أقول لك أعني في حمل هذه الطاولة. بأن سين دعاء أمو إن ما هي كو طبعا لمو طبعا يباكو ها بقدا سين كواني سين نبيني سين تيبوليني بأن. نعم هل يصح أن أطلب منك تحمل معي هذه الطاولة؟ من جري بقى ما هي أكو كي مو طبعا أمو إن داهن كوين تيبوليني بقى يانون. نعم يصح بهذه الشروط الأربعة. نعم من جري كو ما هي طبعا سأسوبين إن أوباتين شروط يعون. رجل من الناس غرق في البحر. نبي أنا سين طاوية أن لون طاوية أن لونه ده لون أقوى أن رغب. ويناديك أنت على الشاطئ. نبغوش إني كوي أنكو هي قد كوان. يقول أغثني أنقذني. أو طبعاً يا أخو طبعاً يا أخو أنا يوشة طبعاً. هل يصح؟ إن يري من جري؟ يصح بهذه الشروط الأربع. من جري سيا بان يون كنين وبات شروط. يأتيك طالب يقول أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الجامعة. بيأسين سبانتون أون ديماتون كي مهمبوك طالب ما يعتبر كيمو أمو إن مقبا إنتربي ما تبا جامعة. يصح بهذه الشروط الأربع. من جري سيابان يون دين دون إن أبات شروط. نعم إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة ينتقل الحكم من الجواز إلى الشرك والله أعلم. بان سوبا ما نقول إن همبوك
دينها أوبا شروط إني نعم لو أنا سياها جاري ماتو ناسيا سمود بلامسين شرك نعم.